السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we're going to read the story of Khadija رضي الله عنها from the book سير أعلام النبلاء by Imam الذهبي خديجة أم المؤمنين، وسيدة نساء العالمين في زماننا، أم القاسم، ابنة خويلد، ابن أسد، ابن عبد العزة. ابن قسي بن كلاب القرشية الأسدية أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبتت جأشه ومدت به إلى ابن عمها ورقة ومناقبها جمه وهي ممن كمل من النساء كانت عاقلة جليلة ديّنة مصونة كريمة من أهل الجنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها بحيث إن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم This is a typo أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد، ولم يتزوج عليها قط ولا تسر إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها فإنها كانت نعم القرين، وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر هو صلى الله عليه وسلم لها. قال الزبير بن بكار كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاحرة وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية كانت خديجة أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ثم بعده النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وله خمس وعشرون سنة وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة أن عائشة أن خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة وقيل توفيت في رمضان ودفنت بالحجون أن خمس وستين سنة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها فذكرها يوما فحملتني الغيره فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن قال: فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي. وقلت في نفسي: اللهم ان اذهبت غضب رسولك عني لم اعد اذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي اذ كذبني الناس، وآوتني اذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد، وحرمتموه مني قالت فغدا وراح علي بها شهرا أن عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين ولقد أمره ربه أن يبشرها أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب أن أبي زرعة سمع أبا هريرة يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب متفق على صحته عبد الله بن جعفر سمعت أليا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران قال ابن إسحاق تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلاك أبي طالب وخديجة وكانت خديجة وزيرة صدق وهي أقرب إلى قسي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل وكانت متمولة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها إلى الشام، فخرج مع مولاها ميسرة، فلما قدم باعت خديجة ما جاء به، فأضعف، فرغبت فيه، فعرضت نفسها عليه، فتزوجها وأصدقها عشرين بكرة. فأولادها منه القاسم والطيب والطاهر، ما ردعا ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. قالت عائشة: أول ما بدي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، إلى أن قالت فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قالت فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرو فقال ما لي خديجة وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وانتلقت به إلى ابن عمها ورقة ورقة ابن نوفل ابن أسد وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الخط العربي وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا قد عمي فقالت اسمع من ابن أخيك ما يقول فقال يا ابن أخي ما ترى فأخبره فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى الحديث قال الشيخ عز الدين ابن الأثير خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى خشي عليه حتى تزوج عائشة وقال ثابت عن أنس خير نساء العالمين مريم وآسية وخديجة بنت خويلد وفاطمة أن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية. عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتناولتها فقلت: عجوز كذا وكذا قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله خيرا منها. "لقد آمنت بي حين كفر الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها، وحرمني ولد غيرها، قلت: والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم". وروى عروة عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. قال الواقدي: توفيت في رمضان ودفنت بالحجون وقال قتاده ماتت قبل الهجره بثلاث سنين وكذا قال عروه